تحيا، سأقف قليلا عند القبور القديمة. كثيرا ما نسمع بتمولي أو أتمولي، وأتمولي في الحقيقة علم على مجرى ماء جاف يفيض عند سقوط الأمطار في السفوح الجنوبية الشرقية لجبال أسمر نتيزي بجماعة مزيزل. وهذا الواد أو هذا المجرى الجاف يقع بين تابيا وزاوية سيدي بوكيل على الضفة اليسرى لواد زيز. وفي الواقع يعلم هذا المجرى مدافن تلية قديمة تحمل اسم تومولي، تومولي جمع تومولوس باللاتينية، تسمى أيضا بالأمازيغية تيمارشين أو إمارشن، وفي قرية تماجورت موضع يسمى بو إمارشن، بو إمارشن. وللأسف لم نعثر بعد على آثار لهذه المدافن، وإن شهد شاهد من الذين شيدوا الدور هناك أنهم عثروا على رميم العظام بموضع أعفير إبريشان، وبموضع غير بعيد عن موضع رجم يهودي قديم نقل إلى جهة ما. إنما أضافته الأمازيغية لتقدير الموتى بواسطة القبور الضخمة والمدافن التلية، فموضع تلك المدافن التلية التمولي في الأماكن المشمسة. وإنك لن تجد صعوبة في العثور على آثار مدفن تلي واحد تمولوس غير بعيد عن المقبرة اليهودية بشمال قرى القرش المجاورة للموقع الآثاري منزه الخلية. وهناك قبور أخرى بموضع سوفيمار بجماعة نزلة، لا يزال السكان يعرفون أنها قبور قديمة، لكنهم لا يعرفون اسمها بالأمازيغية تيمارشي. وفي حوض زيز الأعلى كما سلفت إليه الإشارة ذكر للتمولي، وقد ورد في إحدى الوثائق التي تعود إلى سنة 1758 ورد اسم تمولي في إحدى تلك الوثائق. ومن جانب آخر يعتني سكان الأطلس الكبير الشرقي بالتحنيط، وهو مظهر من مظاهر تقدير الجثث. وتظهر القبورية القديمة كذلك في شكل بعض أو تعلمها ركامات من الأحجار، تظهر في شكل ركامات من الأحجار نحو أيرور أكركور أو أستور وأمنير أي المنهير. الشكل الأول عبارة عن ركام من الأحجار تضفي نوعا من التقدير للقبر، والشكل الثاني عبارة عن بيت من الحجار غير مغطى. ولا تزال هذه الأشكال تعلم وقائع معينة عاد الدفن، مثل مواضع رسو محلات السلطان مولاي الحسن، أو الحد بين قرية وأخرى. إذا أجرور
يعلم كذلك الحد ويعلم الذاكرة. سأقف عند هذا النظر.